يا حرام صور صور ماشي نجري صور استنى تقولوا انت بتسموه انت صور انت بتقولوا انت بتسموه انا عم ايوه انا شوي عشان نطلع استنى استنى مين هذول بتمنى انه كل الناس يوقفوا معهم ومطالب الأسرة هو انه الحريه وانه كل انسان الناس تلم الوحده الوطنيه. طيب وضع الاسيرات في سجن هاشارون، يعني انت كنت مع الاسيرات مع خواتك، ايش وضعهم؟ احكي لنا عنهم. في قاصرات محكومات زي ملك سلمان محكومه 10 سنين وفي جرحى كمان وكثير الوضع يعني في كثير جرحى و كنا عن الممارسات اللي تعرضتي لها في التعذيب وضريبه تفتيش عاري كل شيء اصعب يعني شيء بحكي انه البوسطه بحطونا بوسطه حديد وعباره عن زنازين حديد برضه بتنساش غير انه نقعد عليها بحطوا قدامنا مدنيين وبغير هيك بنكون مكلبشين بايدينا واجرينا وغير هيك معاملتهم بالمره مش منيحه وغير هيك بحطونا فيها تقريبا 18 ساعه من 20 ساعه. طيب بعد ما الان خرجتي انت شو خططك حاليا؟ بس انه اعود الايام اللي فاتت وانه ادرس وضل مع اهلي بس انه كل الناس يوقف معهم الحريه مطالب الاسر الحريه بس. لو انت بس ما تقول لهم لو لا قاعد ما تسموش أمرت لحالك كريم. أم ملاك الغليظ أم الأسيرة اللي كانت بالسجن طبعا طلعت اليوم بس طبعا الاحتلال ما خلناش يعني حتى ما فرحناش يعني حاول يصدنا وحاول يضايقنا وإشي وحتى يعني طبعا انا يعني فرحانه لبنتي انها طلعت بس انا لما شفتها وكنت اشوفها في السجن ويوم كانت تيجي على البوسطه كنت اشوف قديش كانت بنتي بتعاني في السجن وقديش كانت تتعرض لتعذيب نفسي وجسماني ولكل شيء فهذا يعني انا بحب اناشد واقول للصحافه وللاعلام ولكل العالم يا شعب يا عالم يا مسلمين انتبهوا شوي لهالاسيرات اللي بسجون الاحتلال على الأكلة لو كل أسبوع بيجيبوا عن أسيرة وعن معاناتها يروحوا لكل أم لكل أسيرة لكل أهلها ويعملوا قصة عن الأسيرة وشو معاناتها يعني أنا لما بطلع بنت بتجنن كانت ألاقي عينها رايحة ألاقي وجهها مشوة ألاقي إيديها مقطمات من العفن لأن الاحتلال ما خلاهمش يعالجوها إيديها تقطمن وهسه دنيها ملزكت هذا يعني معاناة كبير كل الأسيرات بيعانين في سجن الاحتلال يا جماعة انتبهوا لهن الإعلام وين رايح أشوف روح يطلع دوروا على أسيرات واعملوا شيء لإلهن أنا هيك بقول أنا الحمد لله بنتي رجعت لي وإن شاء الله يا رب أتمنى كل الأسيرات والأسرى يرجعوا لأهاليهم وتكمل فرحتنا بتحرير بلادنا وتكون فلسطين القدس عاصمتها يا رب ونتحرر من هالاحتلال هذا الغاصم الشياطين هذول شياطين هذول مش احتلال الشيطان مرض هذا لازم يروح من عنا يزول إن شاء الله.